والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحمد لله، في كتاب الوجيز من السنة، وهو كتاب تقريبا صرنا شارحين منه أكثر من 50 درس، الحمد لله. أنهينا فيه في داخله ثلاثة فصول: فصل في العقيدة، وفصل في فضل العلم، وفصل في أبواب من أقسام العلم اللي هو القرآن، تعظيم القرآن وجمعه، تعظيم السنة وجمعها. والآن سنبدأ في كتاب أو فصل جديد، وهو كتاب الطهارة. والآن سنبدأ في الأحكام الشرعية معه، ولكن سنسوقها بشكل مختصر، يعني مش كعادة دروس الفقه التي تكون فيها كثير من التفاصيل، وإنما نذكر الأحاديث الواردة في هذا الباب والآيات، ونستخلص منها خلاصة الأحكام الشرعية. لن نخوض يعني في أقوال ومذاهب وتفصيلات هذه مثل هذه، العبرة أن نتعلم. ولهذا هذا الكتاب تم تأليفه بهدف تحت مسمى ما لا يسع المؤمن جهله، أو ما لا يسع المسلم جهله. يعني المسلم ممنوع يجهل هذه الأحكام، هو استخلص الأحكام التي لا يجوز لمسلم من المسلمين أن يجهل هذه الأحكام، على اختلاف جنسه وعمره وغير ذلك. كتاب الطهارة، ويبدأون دائما أهل العلم يبدأون بكتاب الطهارة لأنه مفتاح الصلاة. باب الطهارة يبدأون به لأنه مفتاح الصلاة. من أجل أن تصلي يجب أن تكون على وضوء، من أجل تتوضأ ستحتاج إلى طهارة، فيجب أن تعرف أحكام الطهارة بشكل عام حتى تستطيع الصلاة بشكل صحيح، لأنه من لم يتقن الطهارة لن تقبل منه صلاته. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا صلاة لمن أحدث إلا بوضوء. لا تجوز، يعني لا تعتبر صلاته مقبولة. لا صلاة لمن أحدث إلا بوضوء، إنه إذا توضأ فتقبل صلاته. إذا وضوءه كان خطأ، تخيل، فقد ركن من أركان الوضوء، صلاته باطلة. لهذا يعني سنأتي إلى موضوع إذا هناك شيء يعزل أركان الوضوء، الوجه واليدين والشعر أو الرأس والقدمين، إذا كان هذا الأمر في نقص بمقدار ظفر. النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يتوضأ فرأى أنه ترك موضع ظفر، في الحديث موضع ظفر، تخيل كده ظفر صغير، رآه ترك موضع ظفر لم يغسله، قال: أعد وضوءك. تخيل، هذا مش وضوء، موضع ظفر. احنا نتحدث عن إذا موضع ظفر في محل من محلات الركنية في الوضوء. هنا 4 أركان في الوضوء أساسية: الأيدي إلى المرفقين، والوجه، والرأس، والقدمين إلى الكعبين. لو في منطقة فيها موضع ظفر واحد لم يصله الماء فالوضوء باطل. قيسوا هسه الآن على موضوع النساء اللي بيحطين مناكير، ولاك جل، مش عارف شو الأسماء هذه، ما أنزل الله بها من سلطان. فهذا تخيل، هي مش موضع ظفر واحد، موضع 10 أظفار إذا مش عامل رجليها. فتخيل إنه كل موضع 20 ظفر من مواضع الوضوء لم يصلها الماء، لأنه هذا بيعمل طبقة عازلة لا توصل الماء إلى هذا المكان الذي أوجب الله عز وجل غسله أثناء الوضوء. فهل وضوءها صحيح ولا باطل حسب الحديث؟ باطل. إذن فصلاتها باطلة. تخيل لو أنها يعني متزوجة وكانت جنبا، أو كانت حائضا وتطهرت، أرادت أن تغتسل وهي لا زالت تضع هذه المناكير، غسلها غير مجزئ، لا تجوز لها أن تصلي بهذا الغسل، تبقى على غير طهارة، لا طهارة من الحدث الأكبر ولا طهارة من الحدث الأصغر. مسألة زي هاي مسألة وحيدة، لا تترك موضع ظفر، يجب أنه يجري الماء على جميع أركان الوضوء. تخيل هذه المسألة بسبب أحكام معينة، صلاتها باطلة، وضوءها باطل، كل شيء. وإذا مست المصحف وهي تظن أنها على وضوء وقد عصت الله عز وجل، أنه مس المصحف لا يجوز إلا عن طريق أن يكون صاحبه طاهرا. طيب، فموضوع الطهارة موضوع مهم جدا، ولهذا يبدأ به أهل العلم قبل البدء في أحكام الصلاة. قال الله عز وجل: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين.
الحمد لله الذي جعل لعباده محبة. يا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. الله عز وجل يحبهم، يجعل لهم الود والمحبة، يحبهم هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات. طب من هؤلاء؟ ما هي الأعمال الصالحة التي توجب محبة الله عز وجل؟ إن الله يحب. انظروا دائما وين ما في ذكر لمدح الله عز وجل لحد من المؤمنين سيمدحه بصفة، بصفة تليق بإيمانهم، صفة تدل على الإيمان. مستحيل يمدحهم لأنهم مثلا عيونهم خضر شكر، أجت عيني في عينك كنت وياه، ولا راح يمدحهم لأنهم بيض مثلا، ولا راح يمدحهم لأنهم مثلا ريحة عطرهم منيحة مثلا. الله عز وجل إذا مدح إنسانا وأثنى عليه وأحبه إنما يحبه لصفة تدل على إيمانه. ولهذا أعظم الناس الذين اكتسبوا هذه المحبة من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد الذي كملت صفاته فحمد عليها فأصبح محمدا صلى الله عليه وسلم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. إذن الذين يحرصون على الطهارة الله عز وجل يحبهم. أما اللي بتهاون في موضوع الطهارة، طبعا الطهارة هنا من إيش؟ في عنا نوعين طهارة، أنه بيعددهن؟ لا، هذا نوع اللي فيهن حدث أكبر أصغر. أيوة عمي بالرائد، مولعها بالرائد صحيح. هناك طهارتين، طهارة حسية وطهارة معنوية. طهارة الحسية زي ما قلنا ممكن واحد تكون على حيض تتطهر، أو واحد يحدث يعني يخرج منه ريح أو بول فيذهب يتوضأ فيتطهر، هذا يسمى طهارة حسية. ولكن هناك طهارة أيضا أخرى، طهارة معنوية، وهي طهارة القلب من أن يتعلق بغير الله عز وجل، طهارة الأعمال من اقتراف المعاصي، طهارة اللسان من الكلام البذيء، طهارة العين من النظر الحرام، طهارة الأذن من سماع الحرام، طهارة كل شيء اللي بسمها طهارة المؤمن. هذه طهارة مش حسية، يعني مش يعني لازم تعمل مي فيها، لا، يستعمل الاستغفار والتوبة، هذه هكذا يتطهر. فالله عز وجل يحب المتطهرين الذين يحرصون على طهارة قلوبهم وأعمالهم، وكذلك الذين يحرصون على طهارة أبدانهم في الوضوء والغسل وغيره. وقال تعالى عن هذه البيوت: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. يحبون أن يتطهروا، يحبون الطهارة. يعني أنت ممكن تحب الوضوء، هذا فكر فيها أنه ممكن أحب الوضوء. في ناس بيكره الوضوء، يا بي هسه بدي أروح بهسك عبرك أتوضى. لا، يجب أن تحب العمل الصالح. محبة العمل من الإيمان، وبغض الأعمال قد يوقعك في الكفر وأنت لا تدري. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ذلك بأنهم كرهوا، في ناس بيكرهوا الأعمال الصالحة، بيكره الصلاة، بيكره الوضوء. في نساء تكره إنه الله عز وجل أباح التعدد، شرع رب العالمين. في رجال يكرهون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يقول لك يعني لازم أحرج حالي والناس ترد علي وتقول لي أنت عامل علينا شيخ. يكره هذا العمل. إذا وصل إنه يكره هذا العمل ولا يحب أن يكون هذا العمل في الإسلام، في ناس بيكرهوا الصدقات والزكاة، يجي كلهم الله عز وجل يعني أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، بيكرهوا الزكاة، أنا أطلع من مصريي. ولهذا قال: ولا ينفقون، عن المنافقين، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فكره العمل الصالح من علامات النفاق، وقد يوصل صاحبه إلى الكفر بالله عز وجل، لأنه كره العمل الشرعي وكره للمشرع، قد يوصل صاحبه إلى أن يكره الله عز وجل، وهذا كفر. فيجب الإنسان أن يحذر. ولهذا الله عز وجل قال: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أنت بتحب الصلاة، أبشر أنت من المؤمنين. بتحب الزكاة، بتحب الصدقة، بتحب العمل الصالح، بتحب ذكر الله عز وجل، بتحب طلب العلم، بتحب أن تعدل بين الناس، مع زوجتك، مع أولادك، مع الناس الذين تتعامل معهم، بتحب البيوع الخير، معاملة المالية بيع وشراء تحبها اللي بتبكى فيها هذه حلال، وبتكره بيوع الربا والحرام. في ناس بيحبوا الربا، في ناس بيحبوا هاي المعاملات، بيحب يمارس هذه. فلهذا السبب يجب للإنسان أن يحب العمل الصالح ويبغض العمل الفاسد. الله عز وجل قال في دعاء حبله في الآية: حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم
حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. شوف أنت شو لازم تحب وشو لازم تكره. لهذا السبب لازم نعرف أن الإسلام أن تكون عبدا لله مش فقط أنك تصلي. في ناس بالهم الإسلام كلها تصلي، ورغم أنه في كثير ناس تاركين للصلاة، إلا أنه في كثير من المصلين لا يظن أن الإسلام إلا صلاة، رغم أنه العبودية لله عز وجل هي في كل أمور حياتك، حتى مشاعرك فيما تحب وفيما تبغض وفيما ترجو ومما تخاف. لهذا السبب الخوف من غير الله. زمان كانوا يخافوا من الأصنام، لما النبي عليه الصلاة والسلام دعاهم إلى التوحيد يخافوا من الأصنام. وبعض القبوريين اللي كانوا يعظموا القبور وبسموهم صالحين وبيقدسوهم، سيد البدوي مش سيد البدوي، إذا بتقوله لا هذا شرك وكفر ولا يجوز، ويجب أنك تعبد الله وتسجد لله وتطوف في حول الكعبة مش تطوف حول القبر، وتنفق في سبيل الله مش أو تعمل نسكك ذبح تذبح لله مش تذبح عند صاحب القبر الفلاني والصالح الفلاني، تجد كلهم هذا الأمر يقول لك لا أسكت، هذا واصل، هذا واصل مع ربنا، هو في القبر وهو واصل مع ربنا، دير بالك هذا بجزء يصلت عليك ناس مش عارف، لازم تخاف منه. فيخوفونك بالذين من دوني، أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دوني، ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل. ليش هذه المقدمة المهمة؟ عشان نفهم موضوع الطهارة، إنك إياك يعني أن تستهين ولو بقليل الطهارة، لأن الاستهانة بالقليل من الطهارة يعني اقتراف القليل من النجاسة، سواء كانت نجاسة حسية زي النجاسات اللي نعرفها أو النجاسة المعنوية. إنما المشركون نجس، فالنجاسة مش نجاسة، إنه شركهم نجس. فإذا أنت لا تهتم بالطهارة الصغيرة سوف تقع في النجاسة الكبيرة. ولهذا قال رجل لسلمان الفارسي أو لعثمان بن سلطان، قال هل علمكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء؟ قال نعم، علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة، كيف تقضي حاجتك. هذه العبودية، عبد لله في الحمام، عبد مش عن عبد الله تصلي له، لا أنت لك عبوديات في الحمام، إنك تطهر نفسك، وعبد لله في المسجد، وعبد لله في الشارع، وعبد لله في العمل، وعبد لله مع الوالدين، وعبد لله في بيتك، عبد لله في كل أحوالك، هذه العبودية. وإذا لن يدرس الإسلام بهذا الأسلوب بهذا المعنى فكبر على المسلمين أربعا، لأنه للأسف اليوم الناس منشغلوا في إسلامهم في أمور ويتركون أهم منها، ينشغلون في واجب في مستحبات وأشياء يعني قليلة ويتركون الأعظم. يعني من هذه الأمور مثلا في ناس بنشغل وقت الشتوية في الجمع، إيش الشيخ الفلاني بيجمع والشيخ الفلاني بيجمعش. طب هل انشغلتم في صلاة الجماعة نفسها خلال السنة؟ واجبي صلاة الجماعة واجبي. في بعض أهل العلم قال من لم يصلي، من سمع النداء ولم يصل المسجد وهو قادر على أن يصل المسجد لا تقبل صلاته. طبعا هذا قول مرجوح يعني حسب الأدلة، ولكن في قول قوي وجيه لا تقبل صلاته. وفي منهم من قال تقبل ولكنه يأثم على ترك صلاة الجماعة. في لي خطبة اسمها وأقيموا الصلاة ذكرنا كل ذلك بالأدلة، كل أدلة وجوب صلاة الجماعة في المسجد. رجل أعمى 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 وبيته بعيد عن المسجد، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله يعني بيتي بعيد وأنا أعمى، ليس لي قائد يقودني، والطريق مليئة بالوحوش، في حيوانات ضارة أثناء الطريق مش زينا الحمد لله، في كلاب عندنا في الشوارع، بس القصد يعني زمان يطلع على ذيب واوي مش عارف ممكن يتأذى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب أذنت لك أنك تصلي في بيتك أعمى. ثم لما وصل الباب ندى قال ارجع، قال هل تسمع النداء؟ تسمع الله أكبر نداء المؤذن، طبعا زمان ما كانش سماعات. قال نعم، قال لا أجد لك عذرا. تخيل والأعمى قال لا أجد لك عذرا. فتخيل أنه هذه الأمور في ناس بركزوا على موضوع الجمع. صحيح الجمع يعني وارد في السنة، جمع النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن لا يشق على أمته كما قال عبد الله بن عباس، ولكن أقدس هذه الأمور اللي هي مستحبات ورخص، وأجي أطلع على الواجبات اللي هي لي واجبات لي بعدها أغفل وطنشها، لا يجوز. لهذا السبب يجب أنه لا يتهاون الإنسان في مسألة الطهارة. هذه مقدمة.
وبعدين نجع التفصيل إن شاء الله في يوم آخر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، جزاكم الله خيراً.